كيف ما لاحظتوا الافتتاح اليوم من طرف السلطات المحلية وشخص الكاتب العام لولاية بن ملال جهة بن ملال الخنيفرة والمدير الإدارة المركزية في شخص المدير العام بالنيابة، هذا الافتتاح كيجي مواكبة لتنزيل ورش الحماية تعميم الحماية الاجتماعية اللي عطى انطلاقة ديالو سيدنا. بالنسبة للساكنين والزوان عندنا المحليين فهذه قفزة نوعية من أجل تقريب الخدمات والسهر على الاستجابة السريعة للطلب ديالهم. كما كتعرفوا المديرية الجهوية كتشرف على 12 وكالة قرى اللي كتواجد على جميع تراب أقاليم الجهة. عندنا 3 في بني ملال، عندنا 3 في أزيلال، عندنا 2 في إقليم خريبكة، عندنا 2 في إقليم أزيلال، عندنا 2 في قريب بن صالح. إضافة إلى هذه الوكالات القارة عندنا ما يزيد على 160 كشك ديال القرب معتمد، فالمواطن فين كيمشي يخلص التليفون والموضوع تما يمكن له يحط الملف ديالو ديال الضمان الاجتماعي، وهذه قفزة نوعية من أجل تقريب الخدمة للمواطنين. وحاجة اللي ميزة أخرى بالنسبة للمشغلين ديال القطاع الخاص، فلاحظتوا أن المديرية راها وفرت لهم قسم ديال المراقبة وفرت لهم كذلك قبادة محلية، يعني أن الزبناء غيجيو يعالجوا الملفات ديالهم ويسويوا الوضعية ديالهم محليا بدون ما يمشيو لشي كما كان سابقا كيمشيو لجهات أخرى ولا مناطق الإدارة فين كانت كان المشكل ديال البعد مطروح.